بطريقي وانت بطريقك. افترقنا كل الأوجاع اللي عانيت منها، وشبابي وأحلى سنين حياتي اللي ضاعت مني لحالي رح حاسبن عليها هلأ. يعني من دون مساعدتك لحالي وبس انتهينا. لا حد تتصل فيني أبدا. يلا بخاطرك حنيفة. ريان وإيران واقفين برا قدام البيت. اصحك ينكشف اي شيء، قولي انه عزيزة ساوت الحريق وطلعي من عندك فورا. بكفي عزيزة خانو، انتي سألتيني اذا عائلة شاد اوغلو حاولوا انه يؤذوا ميران وانا خبرتك، وسألتيني اذا اليف منيحة بقصره وانا خبرتك. طيب انتي شو سويتي؟ رحتي وحرقتي بيت المزرعة لتمنعي العرس؟ يعني يا عزيزة خانوم أربع أشخاص أبرياء كانوا رح يموتوا بسببك. تتخيلي أني ممكن ساوي هيك شي وأنا بعرف أنه أحفادي كانوا موجودين هناك؟ حتى لو كانوا أحفادي مستحيل أحرق بيت المزرعة إذا كان في أي مخلوق عايش. تعرفي شو الحال اللي وصلت له وشو صار فيني لما عرفت أنه هناك؟ ما عاد يهمني هالحكي الفاضي، انتهينا. ما عاد خاف منك ولا من تهديداتك هي. إذا بدك روحي واحكي كل شي لنصوح آغا، ما عاد تفرق معي. أنا أساساً ما عاد عيش كتير مع هالندم، وهلأ رح روح. لا عاد تتصلي فيني مرة تانية، فهمتي؟ خير يا حنيفة، انتي وين كنتي بنص الليل؟ انا قابلت حدا من معرفتي. احنا بنعرف وين كنتي ومنعرف مين قابلتي، بس انتي لازم تخبرينا بالشي اللي ما بنعرفه. تعالي معنا، يلا تعالي. انتي كيف تخوني عيلتي؟ شلون بتساويها؟ مو نحنا كنا نعتبرك وحدة من العيلة؟ مو على طول كنا نتشارك معك فرحنا وحزننا؟ انتي كيف خنتينا؟ شو عرضت عليك يا عزيزة خانم؟ ريان، أنا كنت بحاجة للمصاري. إذا كان لازمك مصاري بتحكي لأبي، كان عطاكي يلي بدك يا، وانتي بتعرفي هذا الشي منيح لأنه اعتبرناكي من عيلتنا. بس الظاهر أنه انتي ما اعتبرتينا هيك، لحتى رحتي وبعتينا لعزيزة خانم وعطيتيها كل أسرارنا، مو هيك؟ لا ما سويت هالشي، صدقيني ما عطيتها ولا سر من أسرار العيلة ريان. بس في مرة كنت بحاجة لشوية مصاري، ووقتها هي اتصلت سألتني كم سؤال متعلق بميران، وأنا قلت هي سته وبدها تحميه، حكيت وبعدين صارت تتصل فيني دائما وهددتني إذا ما ساعدتها رح تقول لنصوح آغا أني كنت عم بتواصل معه، وأنا كتير خفت منها. مو بإيدي، ما قدرت اتخلص منها. وهلا ليش قابلتيها؟ شو كنتي عم توصلي لها؟ انا نهيت كل شيء، قلت لها لا عاد تتصلي فيني. ليش لحتى ما عاد بدك تتعاوني معها؟ انا اللي خبرتها انه رح يساووا عرس اليف بالمزرعه، لانه خافت كثير انه يساووا شيء لاليف، بس هي راحت وحرقت بيت المزرعه مشان ما يساووا العرس. ما كنت بعرف انها رح تتمادى لهالدرجه، صدقوني. يعني ستي عزيزة حرقت